بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بمناسبة عيد جلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية، حيث عرب جلالة الملك المعظم في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لأخيه العاهل الأردني بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة، مشيدا جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات.